نقدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم. الروح الخضراء رفقة تعز الدين صالحة. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. تحية طيبة لكم مستمعين ومرحبا بكم في الروح الخضراء. هذه الحلقة اللي غادي تكون بدايتها بمشروع الأسبوع، ومشروع الأسبوع مشروع مبتكر غادي نتعرفوا على تعاونية ضياء للحلول الشمسية، مبادرة من مجموعة من السيدات. وفقرة فكرة خضراء، حدائق القرب، حلول عملية لمواجهة الزحف الإسمنتي. وفي الختام نصيحة الأسبوع مع ضيفة حلقة اليوم. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. أهلا بكم مستمعينا ومرحبا بكم دائما في الروح الخضراء. هذه الحلقة اللي غادي تكون بدايتها كيف ما ذكرنا لكم في العناوين بمشروع مبتكر أخضر، تعاونية ضياء الحلول الشمسية. هذا المشروع البيئي اللي كيقدم حلول بناء على استعمال طاقة نظيفة اللي هي الطاقة الشمسية، واللي غادي تقربنا من هذا الموضوع هي أسيا سباعي، رئيسة تعاونية ضياء الحلول الشمسية. مرحبا. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية طيبة لإذاعة راديو أصوات والمستمعين الكرام. شكرا أستاذ عزين على استضافة في برنامج الروح الخضراء. هي مشروع ديالنا للتعاونية ضياء للحلول الشمسية نسوية، تأسست 27 ماي 2019، وكتكون من 8 متعاونات حاليا. الهدف الرئيسي للتعاونية صناعة وتسويق الحلول الشمسية. كيف جاتكم الفكرة؟ الفكرة جاتنا من إحدى منظمات الدولية اللي كتهتم بالمشاريع البيئية، اقترحوا على مجموعة البنات من مختلف التخصصات، فأنا كان عندي القانون، كاين بنات اللي عندهم ماستر الهندسة الطاقية، وكاين التكوين المهني. اختاروا واحد عدد التكوين البنات 50 بنت، من هاد 50 بنت اختاروا 14 بنت اللي تأسست تعاونية، يعني وهي أصلا مهتمة، يعني أي بنت احتفظ 50 بنت كانوا بنات عندهم الإيمان بالموضوع ومهتمين بالمشروع. من بعد ما تم التكوين اخترنا 14 بنت، أسسنا احنا كبنات، أسسنا اخترنا المجلس الإداري ديالنا، وأسسنا التعاونية ونزلناها على أرض الواقع. ثم كملوا معنا التكوين النظري فيما يتعلق بالتسويق، وكيفاش أصلا نفكر بأسس المشروع، والشق بالتنظيم الإداري والقانوني. من بعد انتقلوا معنا التكوين التطبيقي في صناعة حلول شمسية، واختارونا جوج النماذج، المجفف الشمسي اللي هو سيشوف، والطاهي الشمسي اللي هو كويزر. غير جوج النماذج على أساس أننا نزيدوا في الحلول الشمسية الأخرى. علاش تخصصتوا في هذا المجال؟ هو كل بنت اللي دخلت المشروع شافت رأسها أنها بتعطيها يعني بنتكلموا على كل بنت. البنات مثلا اللي عندهم ماستر الطاقة الهندسية، فهما أصلا قرأوا على الحلول الشمسية، على هاد خاصة السيشوار قرأوا على الديطاي ديال كل ما هو نظري، يقرأوا على الحلول الشمسية الأخرى، فشافوا راسهم أنهم يعطوا في الشكل اللي متعلق بالأمور التقنية، وأنهم إن شاء الله بيطورون هاد المشروع. فالناس اللي عندهم القانون فدخلوا على الشق اللي متعلق بالمسطره القانونيه ديال المشروع والتنظيم ديالو، كل ما هو متعلق يعني بامور اداريه وقانونيه للمشروع. وكاين البنات اللي معنا عندهم تكوين مهني في لافورماتيك، يعني لافورماتيك يهتم بكل بالمونتاج، بالتسويق بالمشروع، بالصفحات ديالنا السوشيال ميديا وغير ذلك. يعني هو احنا مخلطين، يعني كل واحد عنده قيمه مضافه قدر انه يضيف لهذا المشروع. وفي البدايه احنا كبنات راه كاملين كنخدموا مره في الانتاج، احنا كبنات داخلين في نجاره، يعني هو المشروع باش نوجد المنتوج ضروري كتقطع الخشب، كتركب الفرادويره، داخلين في نجاره. يعني احنا في الاول اتفقنا اننا نخدموا كاملين في نجاره على اساس ما نبقاو ما يوسع البروجي مع الوقت، يتوسع نطلبوا الله عما قرب يتوسعنا البروجي، شي كل بنت بتشبر الامور اللي المفروض تقوم بها. شحال بكم ديال السيدات اللي خدامين في هذا المشروع هذا؟ نعم، في البدايه تاسيس التعاونيه كنا ب 14 بنت، لكن جات الظروف الشخصيه طبعا البنات، كاين بعض البنات قدرونا قبل كورونا، وبعض منا ما جات كورونا، يعني ما بدينا استئناف العمل،
غادرونا للاسف. كاين دابا حاليا حنا ثمانية بنات اللي مازالين في البروجي، لان البروجي دابا حنا بقينا في مرحله ديال التجربه ديال المنتوجات، وكما ذكرت كورونا فكان من العوامل الاساسيه ان البنات غادرونا. كيفاش كتسوقوا المنتوج ديالكم؟ المساله ديال التسويق فهي جد مهمه، بغيت نعرف اليوم كيفاش كتسوقوا المنتوج ديالكم. فهنا دابا في المرحله الراهنه وقصا مباشره مسالين التكوين التطبيقي، فبدينا كنتواصلوا الناس اللي كنتعاملوا معهم بشكل مباشر هما الناس اللي عندهم تعاونيات الاعشاب الطبيه والعطريه او المقاولات اللي عندهم نفس التخصص. ما كنقولوا الاعشاب الطبيه والعطريه كنتكلموا على النعناع، الفليو، ازيرس، الحيترا، الصحتار، كرموس، الكسكس. فما كنتواصلوا معهم كنشوفوا اولا الطريقه اللي كينشفوا بها هذه المنتوجات ديالهم، واش كيستعملوا الطريقه الطبيعيه العاديه بالشمس اللي طبعا عندها بعض السلبيات، اولا كيستعملوا الكهرباء ولا الغاز غير دايركت. من بعد كنزيدوا نقترحوا عليهم الفكره ديالنا اللي عجبت بزاف ديال الناس، خاصه النساء القرويات عجبهم بزاف طريقه السيشوار اللي هو الفرن الشمسي، أو لا وحتى الطاهي الشمسي هو كطيب به الماكلة ديالك، ممكن تطيب به الماكلة ديالك عاد الشمس الماكلة توجد بلا ما تحتاج كهرباء ولا الغاز، اللي كيكون طبعا في الثمن كيكون جد مناسب. حتى في الصفحة ديال الفيسبوك وإنستغرام يعني عندنا الصفحة ديالنا كنخدموا عليهم، كنزيدوا نعدلوا التسويق ديالنا والزيارة الميدانية لجهة طنجة تطوان في سيما بعض المدن أو النواحي ديالهم، أجلناها على اساس ترفع علينا نطلب الله ناحيه الكورونا تعوض الامور ونمشيو لعندها. كيفاش كتشتغلوا على الهم البيئي؟ يعني واش الاهتمام بالبيئه حاضر بالنسبه لكم دائما؟ يعني انتم مشروع فهو بتاع الطاقه الشمسيه، هو مشروع ضياء للفلول الشمسيه، هو صديق البيئه 100%. وكنزيدوا ان بحكم ان اصلا كنقدموا ديال المنتوجات مصاحبه مع البيئه، في نفس الوقت كنتواصلوا تواصلنا مثلا حين انتقلنا لإقليم فحص أنجرو، تواصلنا مع الناس من طاقة، عدلنا لهم يوم تواصلي، عرفناهم أصلا شنو هي الطاقة المتجددة، وطرقنا لهم للحلول الشمسية، وعلى أساس بيكون واحد النشاط كذلك في إحدى المدارس تسمى مدارس إيكولوجيا، الفكرة أننا نصنعوا واحد النموذج بسد السيشوار ونحسوا الأطفال بالمنطقة بالأهمية بالطاقة المتجددة. يعني هنا كنوصلوا ميساجات بطريقة مباشرة وغير مباشرة للأطفال، كنركزوا صحيح أننا إحنا دابا بنبيع المنتجات ناس كبار، لكن في نفس الوقت يكون عندنا واحد التركيز كبير على الأطفال، يعني هما لاباز كنشوفوها بالمستقبل. كيفاش كتشتغلوا على هذا الهم البيئي؟ واش حاطين شي معايير مضبوطة يعني كتطلبوها كتخدموا عليها في المنتوجات ديالكم مع الكليان ديالكم باش تشتغلوا على هذا الهم البيئي؟ احنا هذا المنتوجات اللي كنصنعوا تتماشى مع البيئة، والمنتوجات كنخدم بالأساس بأشعة الشمس. أهم حاجة هي بأشعة الشمس، ضروري تكون الشمس باش يخدم لك ديال التروضوي. هو من ناحية الخدمة ديالنا فهي كتماشى مع البيئة وكتحافظ عليها 100%. يعني الناس بهذا الحلول الشمسية، خاصة نعطيو مثال بالفرن أو الطاهي الشمسي، خاصة الطاهي الشمسي كنعرفوا بأن الناس طيبوا الماكلة مثلا كيحرقوا الأقشاب، الناس البوادي كيحرقوا الخشب على أساس يوجدوه بلا سحام وغير ذلك، كاين كيستعملوا الغاز كهرباء. فاحنا جبنا المحل حل انهم يستعملوا يوفروا فلوس ديالهم، في نفس الوقت كيستعملوا بطريقه طبيعيه وصحيه ليهم، خاصه في طياب الماكله كيستعملوا اشعه الشمس اللي ما خسرينش عليها فلوس، وحتى في الوقت بتكون كنطلبوا تكون في الوقت مجيد يوجد لهم الماكله. من ناحيه الفرن الشمسي فهو كينشف الفواكه أولاد الأعشاب الطبية والعطرية كما ذكرت، أولاد كسكس، فهو كيحافظ على المقومات الطبيعية ديالهم من ناحية اللون والرائحة وحتى المذاق، كيحافظ عليها وكيحافظ. وفي نفس الوقت كنعدو حنا التسمين المنتوجات المنطقة، حتى المنطقة تهتم أكثر بالمنتوجات ديالها، خاصة بعض الأعشاب اللي دازت انقارض في المنطقة. مشروع بحال مشروع ديالكم كيحتاج دائما للتمويل، كيفاش انتم عالجتوا هذه المسألة؟ هذه حليتوا هذا المشكل مع جمعيات أخرى؟ كيفاش درتوا انتم باش تلقوا حل هذه المسألة ديال التمويل؟ من ناحية
التمويل هو في البداية المشروع ضياء لسول الشمسية هو بدأ بالتمويل منظمة دولية لعدلسنا التمويل لهذا المشروع تكلفوا بالتكوين النظري والتجريبي وشفونا بعض المواد الأولية وبعض الأرك نخدموا بها. من بعد مسألة كونترا معهم شهر جوج 2020 وخلاص دخلت كورونا بدينا نشوفوا كيفاش نزيد نستبدل لأن المشروع أنا ذاك كخلونا في واحد المشروع كنا باقي أصلا ما بديناش إلى حد الساعة باقي ما بدينا نبيعه فأجبرنا عن حتى المواد الأولية كنحتاجو غالية بزاف زائد خاصنا التكوين التطبيقي التقني فما بدينا نقلو أجبرنا حتى أساسي ده في المجال الشروع الشمسية قليلين بزاف في المغرب يعني كاين على الأجانب بحثنا على بعض طبعا بعض المشاريع اللي كانت جهه كذا يعني كيجيو كمسابقات في ودينا كجائزه وطنيه اللي خديناها في العام هذا 8 مارس 2021 جائزه الوطنيه احسن فكره مشروع كذلك دفعنا بعض مشاريع اخرى اللي الحمد لله قبلونا فيها وباقي بعض المشاريع كنفكروا ندفعوا والحمد لله الى حد الساعه مزيان يعني كنجبروا الناس كيعجبتهم الفكره كيدعمونا يعني كمؤسسات لا خاصه ولا دوله راه مزيانه ماشي معنا في الاطار فقط كاين بعض الجهات كتحاول تستغل بحكم حنا كبنات كيشوفونا كبنات وكفكره باقا جديده كيحاولوا يستغلوا ويركبوا كنقولوا على الموجات بعض الجهات اللي عدلتنا عقبات كبيره في الطريق ديالنا بعض الجهات ولكن الحمد لله حنا كبنات شبرنا اليد في اليد وكفحنا وكنحاولوا نجاهدوا على اساس دير معيقات نسيطروا عليها فالفكره للاسف بدون ذكر الجهات فهم كيحاولوا يستغلوا البروجي بواحد الطريقه انهم كيطلبوا منا حنا نكون نخلصوا وغير ذلك. نذكر من جديد سيده سبعي اسيا رئيسه تعاونيه الضياء للحلول الشمسيه بقي معنا غادي نرجع لك خلال لحظات في نصيحه الاسبوع. الروح الخضراء الفكره من عندك ونصيحه والمك. أما اللحظة فوصلنا لفقرة فكرة خضراء وفيها اليوم بغينا نتكلم لكم على حدائق القرب لكتظل حلول عملية لمواجهة الزحف الإسمنتي وظلت مطالب الفاعلين في المجال البيئي على الدوام كتشد على ضرورة توسيع نطاق المساحات المخصصة للحدائق والمتنفسات الإيكولوجية داخل المدن باعتبارها صمام الأمان لحماية المواطنين من مخاطر التلوث وانعكاساته السلبية على الإنسان والطبيعة وكيشكل اليوم العالمي للبيئة مناسبة دائمة لإعادة إثارة الانتباه إلى أهمية الحفاظ على الفضاءات البيئية داخل الحواضر وخاصة حدائق القرب لما لها من دور مهم في الحفاظ على نقاء وصفاء الجو العام داخل المدينة وزرع أيضا الوعي البيئي لدى الناشئة وعموم الناس بأهمية هذه الحدائق ومثلا من بين الجمعيات اللي كتركز على هذا الدور المهم جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض اللي كتقول بأن الجمعية عملت بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات على إنجاز مجموعة من المشاريع بهدف تحسين صورة حدائق القرب كمشروع لإنتاج مشترك للطاقة كما ساهمت الجمعية في تشجير بعض الحدائق العمومية لمدينة فاس أو مدن أخرى وانخرطت في حملات النظافة لمنتزه غابة عين شقف ساعية إلى ترسيخ ثقافة الحفاظ على الأنظمة البيئية لدى الناشئة وعموم الناس وكيوجه عدد من الفاعلين البيئيين دعوة إلى الاهتمام بهذه الحدائق أولا الموجودة ثم خلق حدائق جديدة لتكون متنفس للساكنة المحلية في عدد من المدن الكبرى اللي كتمدد عمرانيا وكتزحف على كل المساحات الخضراء. الروح الخضراء الفكرة من عندك ونصيحة والمك. أما الآن فوصلنا لفقرة نصيحة الأسبوع. نصيحة الأسبوع دائما ما عند ضيفتنا في حلقة اليوم أسيا السبعي رئيسة تعاونية ضياء الحلول الشمسية. اللي خاصو يعد المشروع المشروع كما ما كان وكنتمنكو أي مشروع يتعمل يكون كيهتم بالدرجة الأولى بالبيئة ويحافظ عليها ويفكر في الأجيال القادمة فأي مشروع كيطلب منك المثابرة وتخصص روح الوقت كبير حيز كبير ودعد الخطط ما كنقول الخطط ماشي في الدماغ راه كلشي خاصو يتنزل على ارض الواقع في الورقه والستيلو من بعد تدخل براتيك تدخل التطبيق تضرب على ارض الواقع لان التكوين عندك مثال عاد التكوين اللي عملنا التكوين النظري كان كيبان كلشي سالس ولكن ما بدينا خرجنا ما بدينا نتواصلوا مع الادارات بدينا ارض الواقع بدينا كنمشيو مؤسسات فهي حقا الصحيفه في روح مشاقه كبيره بزاف وكيفاش تواصل مع هاد الناس كيفاش تقنعهم بالمشروع ديالك كيفاش تواصل مع هاد الناس اللي بتبيع لهم المنتوجات ديالو كيفاش بتقنعهم حقا واحد الجهد كيطلب كبير وواحد اتساع الخطر كيفاش تثبت راسك كيفاش تثبت راسك كمقاوله او كمقاول وتحقق الدرس ديالك وفكرة اننا صحيح نحلمو بزاف ونفكروا على اساس نوصلوا ونعدلوا
ونحقوا الأهداف ديالنا، ولكن ماشي غير بالهضرة، خص التطبيق والصبر وواحد العزيمة وتخسر شوية، هي الخسارة تبقى في الربح. السيدة آسيا سباعي شكرا لك لهذه التوضيحات. مرحبا بك. وبهذا مستمعينا نكون وصلنا نهاية حلقتنا اليوم، موعدنا كيتجدد الأسبوع المقبل دائما، مشروع فكرة ونصيحة جديدة، إلى اللقاء. الروح الخضراء رفقة تعز الدين صالحة. قدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.